مسيكم بالخير، أنا صوتكم، أنا صوتكم لدى الغرب. إذا بتريدوا هلا الساعة 9:35 دقيقة عنا مساء، أنتوا عنكم بلبنان وبدول الهلال الخصيب الساعة 5:34 دقيقة صباحا. عم بقرأ مقال بالصحف اللبنانية إنه غلطة الحكيم بألف غلطة، مشان هيك قلت بعملكن الرسالة الليلة قبل ما أعملها عبكرة الصبح. بدي خبركن قصة الطبيب منيف الرزاز، بالحقيقة اسمه الحقيقي أحمد منيف الرزاز، الدكتور أحمد منيف الرزاز، بس العالم العربي كله بيعرفه على أنه الدكتور منيف الرزاز. دكتور منيف الرزاز طبيب أردني، بتصور إذا مني مخطئ متعلم الطب، لازم يكون ما بعرف، بتأكد يمكن بالجامعة الأمريكية ببيروت. فهو من مواليد سوريا سنة 1919، والده كان طبيب، كان طبيب بيطري، ولكن كان ناشط كبير بالثورة الكبرى سنة 1925. بعدين بما أنه مؤمن بسوريا الكبرى راح على الأردن وعيش هو وعائلته، عيش بضيقة مالية لأنه بهيك الوقت الأردن كان إمارة ما كان دولة، كان صغيرة. منيف الرزاز عمل بعثة بالأردن مع أنور الخطيب، يمكن أسسوا حزب البعث، بس ما كان على هالصعيد هذا الكبير. بعدين كل كن بتعرفه سنة 1965-68 عهد صلاح جديد، انقسموا البعثيين عدة شقفات، القطرية والقومية، كانوا كلهم موجودين بسوريا بالمؤتمر وحصل الخلاف. تم اعتقال كتير ناس على سبيل المثال ضافي الجمعاني من الأردن، طارق عزيز من العراق، حصل كتير يعني بين اللي دخلوا السجون كمشوهن كلهم ب68، أخدوهن كلهم من صلاح جديد، نور الدين الأتيسي، يوسف زعيد، أخدوا كتير ناس وحطوهم بالسجون. التجربة علمته، فحظه كبير كتب جريدة الأهرام اعتقال منيف الرزاز بالمزة، بالحقيقة ما اعتقل، حظه كبير جواز سفره أحمد منيف أحمد منيف الرزاز، يعني بيت الرزاز لازم يكون جدود بيه كانوا يتعطوا تجارة الرز فسموهم بيت الرزاز، مثل بيت القهوجة كانوا يتعطوا قهوة صوروا بيت القهوجة، مثل بيت النجار، من هون كانت تجي بيت اللحام. فبيحمل حاله وبيروح على الأردن. بعد هالتجربة جابوا خي مرته، هو متجوز لمعة بسوس، جاء خيها واخدوا بالسيارة وقطعوا الحدود السورية اللبنانية بهالجواز السفر اللي اسمه أحمد منيف الرزاز، هني معنا الاسم منيف الرزاز، فقطع ركب بالطيارة وراح على عمان. بعمان عمل عضو بالصداقة الأردنية السوفيتية، فبيحمل حاله وبيروح على موسكو سنة 1977. فبيوصل على موسكو معه زميل لقاله كمان من هال وفد الصداقة، هو صاحبه اسمه رفعت عودة. فبينزلوا بالأوتيل مشان يعملوا، بيجيهن تليفون، بيلاقوا في تليفون محطوط من سفارة العراق السفير بده يحكي معي، ما عطى اسمه بس السفير، عطى سفير العراق 77. فبيرد له على التليفون بيرجع يطلبه. كان السفير آنذاك مرتضى عبد الباقي الحديثي، كمان هذا الله إن شاء الله بتكون نفسه بالسماء، كمان هذا ضحية 1979، شوية 1979
نفس الشيء تبع سمير جعجع، كيف ركبوها للطبيب دكتور سمير جعجع وفوتوه على السجن. صدام حسين ركبها على هالناس مثل ما ركبها، ما فوتوا أمين هويدا رئيس وزراء صابي منه من الفرس عن أيام الشاه، وفاتوا لا على الحبس وقتلوا لا في محاكمة ولا شيء. ما في شيء إثباتات بالدول العربية بالأنظمة الاستبدادية اللي كانت هلا بوجودنا بإيران وبالعراق وبسوريا وبلبنان. نفس الشيء كانت أيام معمر القذافي وصدام حسين وحافظ الأسد، أنظمة استبدادية دمرت هالناس، وعبد الناصر في فترة منها فدمروا هالدول وش ليكون نتائج. فبيحمل حاله بيحكي مع السفير مرتضى عبد الباقي الحديثي وبيقول له في اتصلوا فيه من بغداد الرئيس أحمد حسن البكر شخصيا وطلب مني إبلاغك إنك أنت تعينت بالقيادة القومية أمين عام مساعد لحزب البعث. قال له أنا ومين؟ قال له الأمين العام ميشيل عفلة، وأنتو نائب الأربعة النائبين أو ميشيل عفلة بيناتهم شبلي العيسمي ومنيف الرزاز وميشيل عفلة قلنا صاروا ثلاثة والرفيق صدام حسين. مفروض انك تجاوبني هلا على التليفون نعم او لا، لانه بدها تطلع الجريدة الرسمية وعبكرة الجرايد بدها تطلع انه انتخبت القيادة القومية. قالوا بلط، غلطة الحكيم بألف غلطه، كل طبيب بيشتغل بالسياسة هيدي بده يعرفه. تالت كنت في لورا طارق عزيز بيتصل بالأردن مرة بمنيف الرزاز، أحمد منيف الرزاز بس بيعرفوه منيف الرزاز، وعرض عليه أنه جي على بغداد. قال له لا. قال له ليش ما بدك تجي؟ قال له في عنا مثل بالأردن بيقول إذا الحجر بدك تضربه من ايدك ما بيفجم بينزل دم، لشو تضربه؟ فأنا شو بده يكون دوري؟ علمتني تجربة 65-68 كل واحد منه من البلد ومنه مشترك بالثورة صفر على الشمال، ما له اي مشي، مستشار ما بيستشيروه وكله حكي. بتذكرني مرة لما انتخب الرئيس أمين الجميل بهيك الفترة، ميشيل سماحة كان بيفوت وبيطلع وكذا، جوزيف أبو خليل بهالخبرة اللي عنده هي قاعد بيقول إنه بدري شو الرئيس طلب منهم استشارة وبدني يعملوها وكذا. قال أنا قاعد هيك قلت لي مركدة إيش ما كتبتوا هلا وحطيتوا رأيك إن اللي بروسو بده يعمله شيء طبيعي، حكي كلمة مستشار ومستشار، مستشار عن مين؟ عندك عند الزعيم؟ عندي بده يكون مستشار عند نبيه بري، عند حسن، حكي خذوا حكي عند مين؟ عند ميشيل عام يا عبره. بريف خلينا نكفي بهدوء وبروي. فكتبت جريدة الأهرام إذا بتتذكروا أنه اعتقل قلتلكن هي، فبيقول له أنه لشو بدي ما قالي تأثير وما قالي شيء. قبيل بالسبعة وسبعين قال له رفيقه رفعت عوده، قال له شو بدك بهال قبل؟ قال له ما نحن بالصداقه السوفيتيه، قال له بنرجع هلا لهون خلينا نروح لك. بيقول رجعنا الى عمان، انا بقيت بعمان وهو يتوجه الى بغداد. هو كان كاتب كتاب برجعكن عليه، لذلك هو كتب كتاب عزيز اسمه التجربة المرة. في بهيك الفترة لما طلع الكتاب ممنوع بسوريا وممنوع بلبنان حدا يبيعه أو يبين الكتاب، بياخدوا الكتاب بيصدروه ما بيخلوه يمشي. وبالحقيقة الكتاب حكى اللي لازم يحكيه بالكتاب التجربة المرة. فصدام حسين بيقول قعد بجلسة هيك مع البعثيين
قال إن هذا الكتاب يعني اللي عمله منيف الرزاز التجربة المرة يعني نشر غسيل حزب البعث. خلكم جاية هيدي كلها سواها الله، مو بفيني احكي كتير، ولكن ان شاء الله بالحلقة التانية بكفي لكم عن منيف الرزاز. شكرا وألف شكر. إذا بتريدوا أنا صوتكن لدى الغرب لا تعتلوهم.